مفاجآت جدا صادمة لجمهور الشيبة، حرفيا أخبار رح تصدمك صديقي. معاك عمر من قناة عالم العملات الرقمية، بتمنى منك إذا عجبك المحتوى لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك وتلقي نظر على قناة التليجرام لتشوف أرباحي بنفسك وما تفوت على نفسك الفرصة، وتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. إطلاق مسابقة من حساب الرسمي لعملة الشيبة بجوائز تفوق 20 مليون دولار لكل الأشخاص اللي حاملين من عملة الشيبة على محافظ بلوكشين إثريوم. الجوائز طبعا صديقي راح تكون بعملة الشيبة وعملة البون وعملة الليش. الأخبار الصادمة اللي تم الإعلان عنها حرق 5 تريليون شهريا من عملة الشيبة. وطبعا صديقي إذا تم هذا الإنجاز بيكون حرفيا صادم، وطبعا هالحرق هذا راح يتم مع اطلاق الشيباريوم. التوقعات ان تكون بانجازات الشيباريوم عظيمة جدا. يقدر الحرق اللي صار بشهر الماضي لعملة الشيبة 1.6 مليار. طبعا هذا الرقم بسيط جدا. جمهور الشيبة مترقب لاطلاق الشيباريوم بالنسخة الرسمية ليحدث معجزة بعملة الشيبة. صديقي أنا دائما بحكي الأخبار السلبية والإيجابية عن العملة، غير متحيز للعملة مع أو ضد العملة. وطبعا صديقي إذا حابب أنت كنت بدك تشترك بمسابقات عملة الشيبة، ما عليك صديقي إلا تراسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو لحتى أعطيك التفاصيل. صديقي إذا عجبك المحتوى عمل اشتراك. وطبعا شباب عملة الشيبة بمناطق دعم عمال بتحاول تكسر الترند الهابط. صديقي اي كسر للترند الهابط والاستقرار اعلى مناطق 5.10 ممكن نشوف ارقام صادمة حرفيا. وهيك شباب بكون وصلنا معكم بنهاية هذا المحتوى. صديقي اذا كنت بتفضل اهم الاخبار لعملة الشيبة وهم الصفقات الاستثمارية، ما عليك صديقي الا تراسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو. لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك لحتى يوصلك كل جديد.